السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من قناة النصر 24 أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، إليكم عناوينها. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يشرف ختام احتفالات مهرجان داري للثقافة والتراث. وفد اللجنة العليا لمجلس السيادة والوزراء بالسودان يختتم زيارته لمدينة جنين عقب الأحداث المؤسفة التي حدثت مؤخرا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديدا أن بلاده لن تغادر العراق إلا في حالة دفع ثمن القاعدة الجوية الأمريكية. زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يؤكد أن القوات الأمريكية تعتبر قوة محتلة إذا لم تغادر الأراضي العراقية. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. شرف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى للبلاد هند ديبي ختام احتفالات مهرجان داري للثقافة والتراث النسخة الثانية. هذا وقام رئيس الجمهورية بكلمة تشجيعية حيا فيها الحضور المشارك في المهرجان بإحياء التراث القومي التشادي، مؤكدا إن مثل هذه الاحتفالات توحد وجدان الشعب وتقربهم من بعضهم البعض رتقا للنسيج الاجتماعي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية هارون كبادي ختام الدورة البرلمانية وبداية العطلة في 2 يناير 2020 على أن تبدأ الدورة التشريعية الجديدة في 5 مارس 2020. ودعا كبادي البرلمانيين إلى الاستماع إلى أعضاء الدائرة والعمل معا من أجل حل كافة القضايا من أجل سير العمل. أكد وزير الدفاع الوطني والأمن المكلف الفريق محمد أبالي صلاح في بيان له حول دور القوات المشتركة المتعددة الجنسيات لدول حوض بحيرة تشاد في الحفاظ على الأمن ومحاربة الجماعات الإرهابية لا سيما بوكو حرام لنشر الأمن بين المواطنين والاستقرار في المنطقة. سمعتين لناكم عشان نناقش في الموضوع هنا أمن ودفاع، وكما ذكرنا الفرص ميكس ملتي ناسيونال مكون بال تولي بيي هنا سيبلتي، وفي الناحية العسكرية مقسم بالسكتير وثلاثة سكترات، وسكتير هنا تشاد يسمى سكتير دي، وفي الشهر الفات الكوماندمان هنا فرص ملتي ناسيونال سواء أوبراشن في نيجيريا أوبراشن يسمى ياسين تكفي، وهذا أوبراشن كلف بالسكتر دي هنا تشاد وسكتر ترو هنا نيجيريا، لما سواء أوبراشن في زون هنا نيجيريا في مونغونو. الأوبراشن نجح ولا الأوبراشن نجح ولسا يكونتيني، ما في الأوبراشن ياسين دي الكوماندمان سواء ريليف دونك ريليف هنا يونيتي حقا، وفي دا موضوع هنا ريليف فورس دي ديفانس حقنا هنا سيكتور 2 الاميس لغانام كم لو ميشن حقهم البريمير اوبراسيون دا بالنجاح، ولا الريليف يبقى في اليامات عشان يمشي اليما اخر هنا سيكتور 2 ويوصل الميشن هنا ضد الاهرام ضد هنا بوكو حرام. ودا انينا التشات ولا في الزون هنا لاكشاد الهدف حقنا للدد الإهراب ودد البوكو حرام دا يزيد، وأنا نشيل فرصة عشان نشكر الفورس دي ديفان دي سيكوريتي الأمولي هدم حقهم بالتكتيك والرفو مانوية هنا تشاد ورفو فوق ألام هنا تشاد، ونشكر الإتا نيجيريان عشان حدموا ما مسوى بالنظام وبالمحبة، وفي ده نشكرهم كثير. يا
ينعقد بالخرطوم في الفترة من 12 وحتى 13 من يناير ملتقى التلفزة الإفريقي الثالث بمشاركة أكثر من 17 دولة تحت شعار إفريقيا قبلة الأنظار برعاية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وتشريف السيد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. ويحتوي برنامج الملتقى على عدد من الأنشطة والفعاليات وزيارات لولايات السودان المختلفة. في الشأن السوداني، اختتم وفد اللجنة العليا لمجلس السيادة والوزراء بالسودان برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو زيارته لمدينة الجنينة، والتي امتدت لخمسة أيام تم خلالها الاتفاق لوقف العدائية بين الأطراف المتنازعة وتشكيل لجنة تقصي لتقصي الحقائق حول الأحداث المؤسفة بالمدينة. وشدد دقلو على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون عبر القوات النظامية وإعطائها صلاحيات أوسع. لجنة عدلية احنا نتمنى أنه تكون ترجع إليه ذو حقه، أي إنسان يأخذ حقه وبالقانون ما بالدية، ونتمنى أنه موضوع الديات دخلات نكفي الباب تماما، وده كلام قلنا من أول يوم وصلنا الجنينة. طيب الشيء تم الآن، كون الآن يعني متنين من المجلس السيادي، رئيس مجلس الوزراء، النائب العام، وزير العدل، كل قادة الأشهد، رئيس الأركان، مدير عام الشرطة، مدير الجهاز، الآن إحنا تاني يوم وصلنا هنا كنا الحمد لله، وده ما من على أهلنا، ده واجبنا، ولكن القضية دي أولت اهتمام كبير جدا. في الفترات السابقة الناس بيموتوا كلكم تعلموا تماما. رئيس مجلس الوزراء بالسودان الدكتور عبد الله حمدوك زعماء القبائل للعب دور أكثر إيجابية في الفترة القادمة وتحكيم صوت العقل من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة. وصلنا لما يشبه الإجماع حول ضرورة وقف العدائيات، وكان هنالك التزام من المكونين بأنهم سوف لن يبادروا بأي اعتداءات ويساعدوا على بسط الأمن والنظام من جانب الحكومة. ومنذ أن غادرنا الخرطوم بدأت خطوات جادة في عدد من المحاور، تم تشكيل كما ذكر أخونا النائب العام لجنة تحقيق وباشرت عملها، العمل جاري حول مسائل كثيرة منها جمع السلاح وأشياء أخرى. مسألة العون الإنساني شرعنا فيها بشكل سريع وعاجل، نحن نقدر تماما معاناة أهلنا من النازحين، وبدأنا مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الوطنية والدولية في أننا نوفر لهم كل العون اللازم عشان يرجعوا للمحلات اللي كانوا فيها في المعسكرات، ونناشد مجتمع الجنين المحلي في أنه يتعاونوا معنا في المساعدة في أنه هؤلاء النازحين يرجعوا لمناطقهم وبيتم الإغاثات لهم هناك. أعلن عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور عن عقد المؤتمر التداولي الخاص بتوحيد رؤى شرق السودان حول مسار الشرق في مفاوضات جوبا الأحد المقبل ولمدة 3 أيام. وأمنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في اجتماعها على تكوين لجنة فنية للتحضير للمؤتمر. وقفت اللجنة على الترتيبات وعلى اختيار الممثلين ومعايير اختيار الممثلين، واتفقت اللجنة على أن ينعقد المؤتمر في الفترة من يوم 11 إلى يوم 13 من هذا الشهر بتمثيل الشرائح الاجتماعية المختلفة التي تمثل أهل المصلحة في الإقليم بما يعبر عن رؤية موحدة ومشتركة لأبناء شعبنا في شرق السودان الحبيب حول قضايا السلام التي تهم شرق السودان وما يتعلق بالسلام وبالاستقرار وبالتنمية وبالسلم الاجتماعي في شرق السودان. عالميا، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا بفرض عقوبات على العراق وفق ما نشرته وكالة رويترز، حيث أشار ترامب إلى أن بلاده لن تغادر العراق إلا في حالة دفع ثمن القاعدة الجوية الأمريكية في العراق،
وتأتي تهديدات ترامب بعد أن دعا البرلمان العراقي إخراج القوات الأمريكية من أراضيها. قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل مما قام به مجلس النواب الأمريكي، وأضافت أن واشنطن في انتظار المزيد من الوضوح حول قانونية القرار الصادر بإخراج القوات الأمريكية من العراق. ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية القادة العراقيين لإعادة تقييم حجم العلاقات الاقتصادية والأمنية بين أمريكا والعراق، بالإضافة إلى حضور التحالف الدولي لمحاربة الجماعات الإرهابية لا سيما داعش. قال قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق في العراق أن القوات الأمريكية تعتبر قوة محتلة إذا لم تغادر الأراضي العراقية، وشدد الخزعلي على إنهاء وجود القوات الأجنبية ردا على قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أعرض على مجلسكم الموقر التفكير جديا ودراسة الخيارات وتبعات كل منها قبل اتخاذ القرار الذي يحمي مصلحة البلاد ويحمي سيادتها ويمنع انتهاك أمنها والتدخل في شؤونها ومن أي طرف أو يقود لتعريض مواطنيها أو أي مواطن أجنبي يعيش على أرضها للخطر والتهديد. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يشكل خطراً على جميع المصالح البريطانية. جونسون أشار كذلك إلى الاتصالات الوثيقة بين بلاده وكافة الأطراف لتشجيع وقف التصعيد في الشرق الأوسط، وأكد إجراء محادثات مع الزعماء العراقيين لدعم السلام والاستقرار. كما ذكر رئيس الوزراء البريطاني إنه أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الوضع في العراق. نهاية نشرة الأخبار، أعود وأذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو يشرف ختام احتفالات مهرجان داري للثقافة والتراث. وفد اللجنة العليا لمجلس السيادة والوزراء بالسودان يختتم زيارته لمدينة جنين عقب الأحداث المؤسفة التي حدثت مؤخراً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديداً أن بلاده لن تغادر العراق إلا في حالة دفع ثمن القاعدة الجوية الأمريكية. زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يؤكد أن القوات الأمريكية تعتبر قوة محتلة إذا لم تغادر الأراضي العراقية. من قناة النصر 24 قرأت لحضراتكم نشرة الأخبار. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.